بتكلم من منطقة الواحة، منطقة الحي العاشر. دي منطقة جميلة جدا جدا، وانا بتكلم من شارع عرضه 50 متر، قدامنا عمارات كلها من اولها لاخرها من غير كهرباء مع الاسف. والشقق دي اصلا احنا بقالنا 3-4 سنين بين جمعية هيئة النقل العام وبين الاتحاد رايحين جايين، الاتحاد التعاوني رايحين جايين رايحين جايين عشان الكهرباء. مع الاسف مسلمين الشقق موضبينها بالكامل وعايزين ندخل عفشنا، وفي ناس دخلت العفش اوريدي، بس مع الاسف مفيش كهرباء. اعتقد المنظر باين قوي قدامنا، المكان مظلم، المكان ما فيهوش ناس ساكنه، بنتكلم في اكتر يمكن من 2000 اسره، بنتكلم في عدد 50 عماره، كل عماره ممكن ما لا يقل عن 50 شقه فيها، ويمكن اكتر كمان. الاعداد دي كلها مظلومه، الاعداد دي كلها اللي واخد شقه لابنه وابنه اتجوز بره، وفي ناس كتير جدا جوازاتهم حصل فيها مشاكل. انا واحد من الناس السكان دي اللي واخد شقه قانون جديد وايجار بسبب ان انا عندي شقه موجوده جوه في المنطقه دي، وللاسف الشديد مفيش كهرباء. احنا هنا في منطقه الواحه، احنا اشترينا الارض دي من 2012-2013، لغايه دلوقتي بنينا وعملنا وجينا عشان نسكن مفيش كهرباء. هل يعقل ان منطقه زي منطقه الواحه بجمالها وباسلوبها وبتنظيمها يكون جنب منور، جنب منور والجنب الثاني ما فيهوش اي نوع من انواع الاضاءه ولا داخل له كهرباء؟ من 2014 انا كنت عايز اتجوز، جيت شريت الشقه دي قبل ما اخطب اساسا، وكنت متخيل ان انا هتجوز فيها. قلت اقعد في ايجار لحد ما الشقه تخلص، بقى لي لحد دلوقتي داخل في خامس سنه بقى دافع قاعد في ايجار جديد، بدفع ايجار 2000 وشويه، ولغايه دلوقتي مفيش حل. انا شاريه شقه في مدينه الواحه من سنتين عشان ابني يتجوز فيها، طبعا ما حصلش ان انا استلمت زي ما ادوني العقد مكتوب ان انا استلم بالمرافق كهرباء ونور وكل حاجه. انا ما عنديش دلوقتي كهرباء، والصف اللي قدامي فيه كهرباء كامله والحياه شغاله، انا حياتي واقفه ضلمه جدا، وانا في مدينه محترمه وفي مكان محترم. انا دلوقتي مش عارفه المشكله فين بالظبط، هل من وزاره الكهرباء ولا الجمعيه اللي انا اشتريت منها. احنا دلوقتي بقالنا سنتين مش عارفين نوصل لحل. انا ابني كان خاطب واتفكت خطوبته بسبب الشقه، انا مش لاقيه مسؤول اروح له اقول له فين المشكله، عند مين، عند وزاره الكهرباء ولا عند الجمعيه؟ يعني يا ريت حد يجي يشوف المكان اللي احنا فيه، دفعنا فيه مبلغ كبير جدا، كل اللي عملناه في حياتنا هي شقه ابننا ومش عارفين نجوزه، نلجأ لمين؟ يعني حد يقول لنا نلجأ لمين؟